ديالها. اه كيف عليكم؟ مزيان. هاد الالوان صيفيه شي حاجه فيو مزيان. كاين فيها هاد لوغري هذا. شتو معايا الموديل دابا؟ اييه فوالا شوفوا لا مونتور، شوفوا راه الثانيه ها كامله، يعني هذا ما يمكنش تجي وتقولي ولدي هرسها وفيها عاد لا غارونتي، ما يمكنش تهرس هانتي هذا الناس اللي عندهم مشكل ديال النظاظر تيتهرسوا ليهم. اييه ها كيتسلا كامل، زائد الجاج ثلاثه ديال الخدمات كاملين 299 درهم. نورمالمون هاد الباك هذا بشحال كان؟ نورمالمون غير الزاج بوحدو كيبدا من 300 درهم. لا درت لهم النظارات الشمسية 149 درهم. 149 درهم. اهلا وسهلا احلى متتبعين، مرحبا بكم معنا فيديو جديد وهمزه جديده على قناتي وقناتكم متجر ليلى، قناه الميزات وليصالد وقناه الدراويش اكيد اللي دائما كتستافدوا من العروض بارخص الاثمان، قناه الدرويش 100%. تحت الطلب ديالكم بزاف التعليق، انا دائما كنركز على التعليق ديالكم وكنشوف داكشي اللي طلبتوني عليه، واكيد مرحبا طلباتكم. فيديو جديد عند اوبتيك امينه اللي دائما عودتكم بالاثمنه غزاله بزاف بزاف، اللي كتجر حتى هي اثمنه ديال الدراويش وديال ولاد الشعب، اللي دايره لكم اثمنه زوينه وراكم عارفين بالخصوص بلايص اخرين. الا جيتي بغيتي تصاوبي نظيراتك مثلا تمشي ديري العبار بالكادر بزاف كيتقام عليك بواحد الثمن اللي طالع بزاف بزاف. اليوم المفاجاه هادشي كامله غادي نبقى لكم بواحد الثمن اللي رمزي المتتبعين ديال متجر ليلى، وما نساوش اكيد الصيف كنبغيو النظيرات ديال الشمس حتى هما، وكنبغيو شي حاجه اللي مزيانه اللي ما تضرش لينا عاوتاني عويناتنا، حتى هما غتستافدوا منهم بثمن زويون بزاف بزاف. ومنين كنقولوا اكيد النظاظر اللي فيهم قياس البصر والكادر والجاج، راه الوليدات الصغار والامهات وحتى الرجال اكيد كاين له شوا خطير في المحل. وما نساوش اكيد لي رونتي حتى هما اللي بمناسبه الصيف كنبغيو نبدلو شويه اللوك، وحتى المناسبات والاعراس دايره لكم فيهم حتى هما اثمنه زوينه. العروض لحلقه اليوم الحماق وديال الهبل، نشوفوا الاخت امينه باش تعطينا النعت ديال المحل ديالها فين جا، واكيد اللي غنخلي لكم عاوتاني انا في الاخر ديال الفيديو. كاين الناس اللي ما كيكملوش الفيديو وكيبقاو يتسائلوا فين هو النعت، دائما كنخلي لكم في الاخر جهه كنصور لكم من جهه باب الدكاره حتى لفم المحل، ما كاينش فين تلفو، زائد الارقام ديالها ها هما مكتوبين هنايا باللون الاصفر. دابا نشوفوا معكم كلشي بلي ديتاي مع الاخت امينه. اختي امينه مرحبا بينا عندك. الله يبارك فيك، مرحبا بكم، مرحبا متتبعين متجر ليلى، وكنتمنى ان شاء الله العروض اليوم تكون في المتناول ديال الجميع، واللي بغى اي حاجه يلقاها في المحل عندنا هنا لوكسوري اوبتيك. عرفتي كاين دابا اللي خاصهم نظارات وكيتسنى كيقول لي راه كنتسنى حتى ترجعي عند امينه باش نمشيو نستافدوا، راه عارفه الناس والقدره الشرائيه ودابا والازمه الله يحسن العوان. فعلا كيتصلوا بيا حتى انا، الناس كيقول لي انا راه فوالا متجر ليلى والام دراوش كيشوف بروموسيون، داكشي اللي خلاني انني وجدت لهم واحد الكابسول زوينه. نعطيهم النعته امينه ديال المحل ديالك، الناس القدام عارفينه ولكن الجداد نعاود ونعطيهم النعت. مرحبا بهم. بالنسبه لنعت المحل فهو كاين في شارع اللال الفاسي، جينا قرب لمكتبه الغزالي والدوره اللي كدور لمدرسه الامام مالك والقاضيه، يعني باش نشرح مزيان الناس اللي غايجيو من باب الدكاله غايجيو حتى يوصلوا لجامعة الانوار اللي اون فاصل دار الضريبه، غيفوتوا تقريبا واحد 500 متر حنا راه كاينين على اليسار. الناس اللي كيكونوا جايين من مرجان الدوره تاع سيرفيس دي مين في سانت فيو بيرميير ما تدوروش معاها، كتفوتوها كتلقاو الدوره الاخرى اللي فيها اعداديه الامام مالك والقضائيه، حتى هي ما تدوروش معاها، راه القهوه في الشوكولا مونغي حنا لاصقين عليها. وكيف قلتي راه الارقام ديالنا كاينين هنايا في لا فيديو، وسمعنا راه كانت لوكاليزاسيون حتى باب المحل والنعت اللي غادي تخلي لكم ليلى. الاسم ديال المحل، الاسم ديال المحل لوكسوري اوبتيك غروب نايت حمدي اوبتيك. هنايا المحل دخلوا سولوا على امينه لطيفه اميمه، راه الا ما لقيتوش امينه راه غتلقاو البنات الاخرين اكيدوا العروض راه غتستافدوا منهم، سواء لقيتوا امينه سواء لقيتوا البنات الاخرين مرحبا بكم. شنو وجد لنا اليوم؟ اليوم مجد لكم واحد العروض بزاف، بعدا غادي نبداو باول عرض هما لي مونتور سولير. لي مونتور سولير الناس اللي كيبغيو نظارات الشمس دابا عرفتي الصيف دابا جاي، الناس كيقلبوا على نظارات اللي يكونوا ميديكال، حاجه مزيانه وثمن زوين. العرض تاع اليوم خصيصا لقناه متجر ليلى، درت لهم نظارات شمسيه 149 درهم. 149 درهم نظاظر ديال الشمس. أيوة. اللي شي حاجه ما تخرجش ليك على عويناتك، راه دابا هاد الثمن هذا راه كنتقداوهم غير من عند الفراشه او شي حاجه
وفي الاخر دغيا كيتكرجوا لك وما كيكونوش مزيانين وما كتعرفيش واش غادي يديروا لك شي اضرار على عويناتك من بعد او لا شي حاجه. اللهم مع لوبتيسيان وبثمن اللي كتقضيه من بلاصه اخرى اكيد من بلاصه عاديه. ونبداو لهم باول باك اللي هو ديال البودره ديال الشوف. امينه فعلا بودره الشوف اللي بزاف ناس سولونا سورتو دابا الناس قرب لخرت العام يعني وكيوجدوا من دابا كيبداو كيوجدوا لونطري سكولير كيبدلوا لي داتو من دابا الصيف دابا الناس كيبغيو يصاوبوا كلشي. دابا نسولوا واحد الحاجه صغيره بقاتك الا زعما العام خصهم يتبدلوا شنو عندنا في الباك امينه بالنسبه للباك ديال نادر تشوف مع الكادر ديالهم. درنا دابا باك في 199 درهم فيه زاج بالعبار ديالو وفيه تريتمون اونتي ريفلي وفيه الكادر تريتمون اونتي ريفلي كنعرفو كاملين راه كتجمع لي ريفلي. ودرنا كذلك واحد الباك اخر اللي هو فيه زاج اونتي لوميير بلو بالكادر ديالو كيدير 349 درهم ولكن شي حاجه دو كاليتي. حنا الناس عارفين اللي كيقادو عندنا راهم قادو يعني انا ما غنحتاجش نقول لهم راه قادو الزاج وعرفوا الزاج باش نخدموا لا كاليتي باش نخدموا وكنتحدى فيها اي واحد يعني عارفين اشنو كاين. كيما سمعتوا معنا الثمن ديال الدربيش اليوم تجي عند امينه سواء انت يا وليدك او لا راجلك مثلا نهضروش غير على العيالات بوحدهم لا كيف ما كان اكيد مراه راجل وليد صغير بنيه صغيره فغادي هنايا غادي يديروا لك قياس البصر اكيد كيشوفوا لك العبار شحال ناقص لك في اليمنيه في اليسريه زائد الكادر اللي كيكون اكيد من الاختيار ديالك. وغنوريكم بعض الموديلات اللي غادي عندكم يكون فيهم لو شوا اللي غيكونوا في هذا الباك هذا زائد الجاج ثلاثه ديال الخدمات كاملين 299 درهم. نورمالمون هذا الباك هذا بشحال كان؟ نورمالمون غير الزاج بوحدو كيبدا من 300 درهم على حسب العبارات على حسب بزاف الحوايج. دابا اللي درنا انه حيت بزاف الناس كيسولونا كاين اللي عندو العبارات شوية قاسحين يعني ناقص ليه شوف بزاف تيقوليك واش هاد الباك داخل في هاد العبار دونك كنا كنواجهو مشاكل. دابا اللي درنا كو هاد العبار هذا غادي يكون بوغ تو لو مون يعني الناس اللي عندهم شوية شي عبار اللي زايد راهم عارفين الناس بشحال كيقدرو يبدلو ما كيبقاش بنفس الثمن وإنما كنزيد واحد سوبليمون اللي كيكون بسيط ماشي شي حاجة اللي هي كثيرة. الناس اللي ما عندهمش مشكل الحمد لله عباراتهم نورمال كيبقاو بنفس الثمن. واحد الباك اللي هو كيسولوا عليه الناس بزاف هما لي مونتور كليت يعني اللي فيهم داك الكاش سولار حتى النظاره وفوق منها الكاش سولار ديالها. ديك الساعه ما كناش مدخلينهم في لا بروموسيون كيف كنعرفوا غاليين شويه ولكن انا يا يعني نزولا عن الطلب ديالكم والطلب تاع ليلى اللي قالت لي وين الطلب المتتبعات ديالي فانا درت لهم واحد الكابسول زوينه ودخلتها لهم في العرض تاع 399 درهم الزاج والكادر والكليب او الكاش سولار بولاريزي ماشي عادي. الله يعطيك الصحة. وكاين لو تيست بولاريزي باش يتيستيه وكاين كلشي. الله يعطيك الصحة. دابا نشوفوا معكم الموديلات ديال الكوادر اللي غيبقاو لكم في الباك ديال 299 درهم فقط. مرحبا بيو. يلا. ودابا نشوفوا معكم شي شكيلات تبارك الله لو شوا كاين. انت عارفة بأن المحل عندنا حنايا كنديرو لو شوا بزاف. أنا كنشوفو على الأذواق. فوالا انا كيعجبوني لي كولور كيعجبوني لي فورم اللي شويه فاش ما تنبغيش تو سكي كلاسيك كاينين الناس الكلاسيك تنجيبو ولكن ثاني هادشي لي بلي جون بنيات لي جون داكشي كنجيبو لهم داكشي اللي خارج كاينين دي موديل بزاف كيف كنشوفوا دابا بحال دابا لي مارك اللي هما كيكونوا لا اوت غام او لا مويان غام دايرين فيهم ريدكسيون حتى ل 50%. دابا راه دي ستوكاج اللي دايرين حنايا راه ماشي حتى برومو دي ستوكاج يعني لي مارك كاملين وهاد لي مارك راه بالريفيرونس ديالهم يدخل الانسان باغ انترنيت راه دابا الحمد لله كلشي باين. كاين اللي غايقول امينه واه واش باك كامل وفيه قياس البصر والكادر والجاج اذا ما غيخدموا بالجاج بشي لاكام اللي هي ناقصه الكادر كذلك غتكون شي لاكام اللي هي ناقصه شنو تقدري لا الحمد لله حنا شوف انا ماشي كنقول انا كنتمنى من الناس انهم اللي قادو عندنا يدخلوا للتعاليق ويديروا انا الحمد لله زوجي كنخدم به دو كاليتي وكنعطي لا كارت ديالو يعني الانسان يمشي يسول عليه ما كي شوف كي تنقولوا حنايا الا الانسان مصفي ما تيخافش الحمد لله حنا كنخدموا مزيانين كنخدموا قانونيين عندنا لي بون ديالنا باش كنتقداو لي فاكتور ديالنا كنعرفو مين ولكن امينه كتفكر في الدرويش داكشي علاش دايره لكم هاد الاسئله الزوينه. لا لا الحمد لله بالنسبه هانتي كاين بامال دو موديل هنايا بحال دابا لا مارك دي ميمي شوفوا ديالها انكم عليكم
مزيان، هاي الالوان صيفيه شي حاجه فيو مزيانه. كاين فيها هاد لوغري هذا شتو معايا الموديل كتيجي تيبان واعر. لا غزاله موديلات اليوم جداد، لا موديلات لي جداد، موديلات زعما اللي راه ما كاينش. انت كتشوفي الاثمنه ديالهم نورمالمون، هادو الاثمنه ديالهم اللي مكتوبين هنايا كاين 400 كاين 500 درهم 600 درهم غير الكادر بوحدو. شوف هاد الموديل هذا، شوفي ليلى هاد الموديل زوين، فيه هاد موديل جديد. لا هذا موديل جديد، هذا فيه ديكولور بزاف. حاجه اللي غنشير ليها راه حنا عندنا دابا ستوك تاع لي مونتور كيتبدل كل سيمانا، علاش؟ لانه تبارك الله الناس كيعرفوا بان اثمنه مزيانه دونك تيتقدا. يعني اللي ما لقاش شي موديل اسكريني راه عاد نجيبو. عاودي تجيبي كي سي هذا الموديل الليله نشوف شي معجبك صغير يجيك زوين. شوفوا معايا انتم هذا الموديل كبير زوين مول، فيه لو شوا صراحه. كاين كاع هادو موديلات، حتى الناس اللي وجههم مثلا صغيور بغاو كويدرات اللي هما كاين هاد الموديل هادو ها هما نقيسهم لكم حيت كلهم الفورما ديالو اكل، ولكن الا شفتو فين دو كيجيو صغيورين. كاين ناس اللي كيعجبهم هاد الستيل هذا، كاين ناس كيعجبهم الستيلات دابا بزاف كنحاولوا اونلاين، راه مازال الموديلات هكا حاطينهم على لان ما بقاش عندنا ها هما الاخرين تعلقوا. دابا هادي بحال دابا هنايا كاين سلعه جديده، هادو ليلى سون دي موديل لي شوفو هانتوما اون بلاستيك. هادو شوفي لا كولور ديالهم كي دايره، شوفي اون بلو. كاين هاد ليكزاغونال اللي كان تمشى لنا بزاف وقلبوا عليه الناس وما لقاوش. شوفي هاد الميلونج تاع لي كولور، انا بعدا تيعجبني توسكي توسكي شي حاجه فاش حاجه ستيلية. حاجه ستيلية هادشي هما كاع هادو الموديل. هادو شوفي هادو بوغ اون رجال. دابا داكشي اللي كنسولك دابا هنايا كاين موديلات العيالات مازال كاين موديلات الرجال. لا هادو كلهم رجال فيهم لا بروموسيون. هادو هادو ديال العيالات، هادو تاع العيالات، هادو ما داخلينش في لو باك، هادو فيهم لا ريدكسيون 50%. البلاستيك اللي داخل في لو باك راه هو اللي ها غنشوفو مازال. هادو رجال بلاستيك اي ميتال، فوالا راه نفس لا كاليتي اللي كنخدموا بها للرجال راه كنخدموا بها للعيالات. العيالات كاليتي مزيانه، كاليتي مزيانه. ها راه ما كاينش ما تلقاوش زعما المشكل، ما تنفضلوش على شي، راه كنعطيكم الصحه نعطيكم لمحه على الموديلات تاع الرجال حتى هما توسكي غنيش حاجه اللي تاع الرجال. هادوك موديلات دابا نشوفوا معكم اللي كيبقاو لكم في الباك ديال 299 درهم. فهم هادو امينه ياك في البلاستيك تاع العيالات. هادو شنا دابا ميتال، هادو اون بلاستيك. هادو انا كحاز لك هذا باش شوفوا معايا كاين موديلات مستيلين. هذا زوين هاد الموديل، شوفوا نيو ون ستيل. هذا غزال هاد الموديل، كاين اللي كيبغي يلبس شي حاجه مختلفه على العقل. والله دابا راه تبارك الله، راه انا ديما كنقولها كنقول النظاظر راه بيجو. بصح راه كاين اللي ما كيديرش الماكياج ما كيدير حتى حاجه دونك تيبغي يلبس غير ديك النظاره تبان شي حاجه زوينه في عينيه. هادو كيبقاو لكم في الباك ديال 299، كيدخلوا هادو داخلين في الباك 299، داخلين في الباك تاع 349، داخلين في الباك تاع 449، تاع 399 على حسب ليا هو اللي كيبقى لي على حسب لو شوا د الزاج اللي بغا. واش بغا الزاج كيتبدل مع الشمس، واش بغا اونتي لوميير بلو، واش بغا اونتي غوفلي. كاع هادو تشكيلات زوينين. نشوفوا شي حاجه امينه في ديال الدراري الصغار كاينين. يلاه نشوف الصغار وجبنا اليوم واحد الميلونج تاع هما تاع لي كولور. ما حرمناهمش هاد لي مونتور، هادو راه كان عليهم واحد الطلب كبير، هما عاودوا رجعوا للسطوك لان كانوا قلبوا عليهم الناس بزاف وما لقاوهمش، خصوصا الوليدات الصغار دغيا كيهرسوا من الدراس اولا في هادو هكا اللي مزيان واخا يقصفوا عليهم واخا يقصوا عليهم. لا فورم اي فورم بغيتو كاينه كاينه. دخلنا ثاني واحد لو ستوك، ستوك دخلناه تاع لي مونتور بالنسبه للوليدات صغار من 6 شهور تقريبا حتى 12 عام. لي مونتور اللي كيكونوا 100% سيليكون، هادو ما داخلينش في هذاك لوفر ولكن فيهم دابا اون ريدكسيون. اييه فوالا شوفوا لا مونتور، شوفوا راه الثانيه ها كامله، يعني هذا ما يمكنش تجي وتقولي ولدي هرسها وفيها عام لا غارونتي، ما يمكنش تهرس. هانتي كتمونطا وكديمونطا كامله. لافونتاج اللي في هاد لا مونتور هادي كو حتى الناس اللي وليداتهم كيديروا
هذا ناتاسيون يعني تي تيبغي يمشي يعوموا كيبغي يمشيو يديروا اي سبور اي سبور مزيان. لافونتاج اللي فيها تيجي معاها نوريكم كيف كيجي معاها هاد الزام ديالها كتحيديها كتحيديها طويلة كبير هكذا تتقدري انا كنقلبتو ماشي مشكل المهم انا نوريكم ايوه تتقدري تحكمي فيه في الوليد أيه. هاد لافونتاج اللي كاين هنا سورتو الوليدات اللي كيكونوا عندهم 6 شهور يعني عام أيه. ما تيخلوش نظاظر في العين كيبداو يديروا ماك هذا كتحكمي فيه كتزيري عليه على راسو مزيان وفيه العبار ديالو وكل شيء. الوليدات اللي كيكونوا هكا عندهم شي مالادي ما كيستحملوش النظاظرات دونك هادي مساره عمليه وكيف قلت لكم راه فيها عام لا غارونتي والنظاره هادشي شتي راه كل تنيته قدامك علاش حتى المشكل كاين هاد لي موديل هادو فيهم دي ريدكسيون حتى 50% دابا هاد لا مارك هادي اللي غنوريك دابا ليلى هي هادي فيها دي موديل اللي لا ماتير ديالهم بيو الناس اللي عندهم الالرجي الوليدات ديالهم الوليدات اللي عندهم الالرجي من البلاستيك ولا من الميتال ماتير ديالهم بيو دونك تيحافظوا على لو فيزاج ديالهم ما تيخليش شي اليرجي نهائيا. كاين اوسي في الميتال بالنسبه لي زونفون زوينين شوفهم ستيلين شي حاجه زوينه شي حاجه مختلفه على الموديلات الاخرين وي كنحاولوا يعني تركي وهادو اكيد ما نساوش هادو لي كليب سولير بالنسبه لي زونفون حتى هما راه رجعوا كاينين دابا فيهم دي ريدكسيون هادو كاملين وهذا مكان مهم دوزنا لكم دابا نعاود نذكركم بالباك اللي دايره لكم امينه اللي فيه قياس البصر والقدم والزاج 299 درهم فقط وكيبقى له شويه لكم اكيد طبيعه الحال. غير واحد الحاجه اللي بغيت نشير ليها بالنسبه لقياس البصر فهو من 16 عام للفوق الناس اللي قل من 16 عام للتحت يتواصلوا معنا راه عندنا بلانينغ تاع لوفتالمو غادي ناخذ لهم رونديفو معاه وديك الساعه هما يدوزوا عند لوفتالمو ويجيبوا لنا العبارات ديالو حيت قل من 16 عام يعني الناس اللي 16 عام للتحت كيخصهم ضروري فوندو كيخصهم يشوفوا لوفتالمو الناس اللي عندهم دايرين دي زوبيراسيون عندهم جلاله سكر عندهم شي مشاكل حتى هما ضروري خصهم يشوفوا الطبيب يعني اللي كنقدروا نعبروا ليه هنا راه كنعبروا ليه اللي ما كنقدروش راه ضروري كناخذوا ليه رونديفو عند الطبيب يعني هذه شي حاجه الله يعطيكم الصحه امينه ودابا نشوفوا معكم لي سولير ديال الشمس اكيد اللي كنحتاجوهم بزاف بزاف في هذا الموسم هذا ديال الصيف مرحبا بكم ودابا نشوفوا معكم ديدرات الباك اللي موجوده لكم امينه هو هذا امينه اول سؤال بغيت نسولك هنايا بانوا لي دي مارك اللي هما مخلطين اللي كان الثمن ديالهم وصل حتى لاش هادو كان دي مارك اللي هما لا مويانا يعني الكاليتي ديالهم مزيانه زاج ميديكال كان لو بري ديالهم ما بين 550 حتى 700 درهم دابا درنا دي ستوكاج يعني عرفتي شنو دي ستوكاج ما غنعاودوش نجيبوهم ثاني حيت هذا الموديل هذا هادشي صافي ماشي مثلا هذا الموديل هذا غتلقى فيه واحد جوج بياسات اولا ثلاثه بياسات اولا حتى اربعه فوالا بحال هذا نيت فريمون فيه جوج ماغون وفيه هاد اللوين هكا فيولي هاد لي بياس اللي كاينين هنا كنا جبناهم وفريمون تمشاو وبقاو عندنا فيهم هاد لي موديل هادو يعني كاين واحد تقريبا واحد ما بين 50 حتى 60 مونتور لا تقادات راه ما عندناش باش نعاودو انا اون ريبتور دو ستوك لا ميزون ميم ديال نشوفو معاكم التشكيلات والثمن نذكرهم كلشي غيبقاو ليهم 149 درهم الناس اللي غادي يتقداو نضيدرات غادي يبقاو ليهم هاد لي مونتور ب 149 درهم فيهم دي موديل لي زوينين اون سي معايا امينه شي موديلات كبار باش يشوفو البنات انا نقيس لكم لي موديل اللي كيكونوا كبار شوفوا فوالا زوينين هادو هادو لا كاليتي ديالهم تاع الزاج مزيانه هادو دوزيام كاليتي ديال الزاج مزيانه مونتور الشمس اللي هي مويان كا صح نقيس معكم موديل اخر بحال هذا
في واحد جوج ثلاثه ثلاثه ديال لي بياس. هادو كاينين كيلكو موديل اللي كيتبدل فيهم الشوف وكاين لي موديل اللي ما كيتبدلش فيهم الشوف، يعني ما كيتبدلش الزاج. الناس اللي ناقص لهم الشوف وبغى يبدلوا الزاج كاين اللي كيتبدلوا كاين اللي ما كيتبدلش. وكاينين عندنا هاد لي موديل هادو اللي هنايا ونشوفوا معكم هادو تاهما هادو لا نوفيل كوليكسيون. هادي لا نوفيل كوليكسيون دابا كيف تلعب في الصيف جاي. شوف هاد لي كولور هادو، هادو ديجا راه كانوا تباعوا ما بقاوش وجبناهم دابا. هادو فريمون راقيين انا تيعجبوني هادو ستيلين. شوف هاد الموديل، شوف هادو تنشوف البحر مزالين. موديلات صيفيه؟ لا صيفيه بزاف. شوف هادو هادو سون دي موديل شيك و بولاريزي و او ميم طون افيك بوتي بري، يعني لو بري ديالهم زوين. قلنا هاد لو موديل هذا غادي يكون فيه 50% لا روميز، ماشي غير هو بوحدو، كاينين با مال دو موديل هنايا، كاين لو شويه كبير. شوفوا الموديلات ديال رجال هما هادو، هاد الموديل كامل وهاد الموديل هو اللي بغيت انا الناس يشوفوا. هاد لو موديل شوفوا البسوا ليكم بعدا غلال. هذا ديال رجال؟ هذا رجال هو انيسيت مثلا، ولكن عرفتي لافونتاج اللي فيه؟ هذا الناس اللي عندهم مشكل ديال النظاظر تيتهرسوا ليهم. كاين كامل والبوشيطه ديالو هكذا وفيها واحد السنيسله كتعلق. الناس اللي كيسافروا كيتهرسوا لهم النظاظر، كينساو نظاراتهم على الحلم عند لوكسوري اوبتيك. الله يعطيك الصحه غزال. فيه دو موديل، كاين هاد المارون هكذا وكاين واحد المارون اخر شويه فرونسي. الله يعطيك الصحه غزال غزال. المهم هنا موديلات اخرين كتجيو ان شاء الله، وكاين كاين لو شوا بزاف. امينه دابا نشوفوا الموديلات اللي كيكون فيهم النظارات وكيكون عاوتاني تحولوا النظر ديال الشمس. ديال الشمس هادوك هما اللي دابا دخلناهم في لا بروموسيون. نورمالمون ديك الساعه راه ما كانوش، مي دخلناهم في لا بروموسيون. دابا غندوزو لي مونتور افيك لي، هما هادو شكيلات وباقيين دوطخو موديل. الناس اللي كانوا كيسولو واش هاد لي مونتور اللي بالكاش سولير بولاريزي واش داخلين في لا بروموسيون، هاد المرة دخلناهم في بروموسيون. هادو داخلين في لا بروموسيون ديال 399 درهم بالزاج ديالهم اونتي روفلي اولا اونتي لوميير بلو. هما كيف عارفين هذا موديل اللي تقدرو تلبسوه تاع الشوف او ميم طون ديال الشمس. لا يعطيك الصحة. وهنايا موديلات كلين هادو كذلك تيطبق عليهم نفس الهضرة، نفس الهضرة كلهم دي موديل اومي فان انيسات، دي موديل لي هانتا فوالا، دي موديل لي فوالا. بلا ما تسجل النظر الشمس بوحدهم والنظر ديال الشمس هادو سيغتو الرجال ما تيبغيوش داك يبدا يبدل كل مرة، تيفضل انه نظارة وحدة فيها كلشي. ونذكرهم بالثمن كيبقاو ليهم 399 درهم فقط. ودابا ندوزو معكم الباك ديال لي لونتي حتى هو اللي غيبقى لكم بثمن زوين. اختي امينه قلتي لي كاين جوج ديال لي باك لي لونتي. وي درنا باك لي لونتي ترونسبارون ديال اموا نورمالمون المعروف الثمن ديالهم. دابا خصيصا المجلينا درنا ليهم بروموسيون كيبقاو ب 69 درهم. ودرنا باك هادو ترونسبارون. الناس اللي غيسولو كيفاش ترونسبارون، ما فيهمش اللوان، يعني فيهم العبار ولكن ما فيهمش اللوان. لي لونتي فيهم العبار ديال الشوف ديالهم. ديال الشوف ديالهم لي لونتي سفيريك تاع اموا ماشي طوريك. سو دو ستيل. بالنسبه لا لونتي طوريك يعني الناس اللي مشتت لهم الشوف، احنا درنا لهم واحد لو باك لونتي فيها 3 موا كتبقى 239 درهم، يعني فيها 3 موا 3 شهور 3 شهور شي حاجه اللي زوينه بزاف. هذا عرض المتجر ليا. ودرنا واحد الباك اخر في لونتي كولور، يعني اللي فيها اللوينه بحال هذا اللي دايره انا، بحال هذا اللي دايره انا ربي يخليك لك. وخفيف على العين، خفيف على العين. دي لونتي اللي هما ميديكال ماشي شي حاجه اللي هي سواقيه، سواقيه كتباع باختو نو. هاد لي لونتي هادو فيهم 3 موا لا مارك مزيانه، لا مارك تاع ليطالي تجيو غادي تشوفوها. درناها 200 درهم كل شهور، كل شهور 200 درهم 200 درهم ميديكال ميديكال. نورمالمون هاد لا مارك ملي غاتالي لا بروموسيون راها كدير 350 درهم، خليناها 200 درهم كاع الناس اللي غادي تتقداو من المحل واللي جايين من جهه متجر ليلى او الناس اللي جايين من مراكش كامله غادي تبقى لهم لا لونتي كولور 3 موا 200 درهم. كما سمعتوا 200 درهم لي لونتي ديال الالوان.
شي حاجه ميديكال واللي كيبقاو عندك لمده 3 شهور. جيو عند اختي امينه، مرحبا بكم. الناس اللي كيشوفونا من المدن الاخرين وبغاو يستافدوا سواء من لي سولير، من سواء من النظارات ديال الشمس او ديال الشوف، زعما شنو تقدر ديري معاهم؟ عندنا النمره ديال الواتساب اللي حاطين هنايا، اتصلوا بها ليا 0662 60 30 53، راه فيها الواتساب وفيها المكالمات، كتصيفطوا لنا العبار ديالكم غير ما يكونش فيه البعد والقرب. الا كان البعد بوحدو ولا القرب بوحدو، وكنصيفطوه لهم فين ما كانوا. الناس اللي كيسولوا على لي موديل يقدروا يدخلوا لاباج انستغرام تاعي، راه غنحطها لهم من تحت. لوكسوري اوبتيك هادو فيها لي موديل كاملين، كنلوحو فيها لي موديل، كان الريل كيكون فيه كلشي، يعني اي حاجه جديده كتكون عندنا في لاباج تاع الانستغرام تاعي. يدخلوا الناس واي حاجه خاصها ترا حنا راه الاشاره ديالو. حاجه اللي بغيت نشير لها بالنسبه للناس اللي كيبغيو لي زمان دو كيتعبروا، شوف راه كنبداو العبار من 10:30 الصباح وكنساليو مع 7:30 العشيه. 10:30 الصباح ل 7:30 العشيه كيكون الوقيته تاع العبار. ما كنخدموش نهار الحد باش الناس ما نبغيوش الناس يجيو يتعذبوا. يعني توقيت العمل ديالنا من الاثنين للسبت من 9:30 الصباح ل 9 الليل، العبار من 10:30 7:30 العشيه ان شاء الله. الله يعطيك الصحه اختي امينه، شكرا لك بزاف. مرحبا مرحبا. نذكركم النعت في الاخر ديال لا فيديو، ما تنسايش اكيد بارطاجي هاد لا فيديو مع اي واحد كتعرفي، حتى شحال من واحد محتاج لهاد الخدمات هادو. كما قلنا لكم الاثمنه طالعه بزاف، ما كيقدروش وكيعجزوا وكيهملوا عويناتهم حتى كتولي الحاله ديالهم اخطر في اخطر. تبقاو على خير يا احلى متتبعين.